العواف على حضراتكم. عندنا النهاردة أمسية بتناقش واحدة من أهم قضايانا، قضية التعليم. من الآخر كده، الدول المتقدمة في التعليم دي مش هزار، يعني الموضوع بالنسبة لهم مش إنهم حظهم حلو، لا، هم بيعملوا حاجات إحنا ما بنعملهاش، بيتخذوا إجراءات إحنا ما بنتخذهاش، بيركزوا في أمور إحنا ما بنركزش فيها. هو حضراتكم كده لو طلعنا عقل الطالب المصري وحطيناه قدامنا، هنلاقي نسبة المعلومات قد إيه، نسبة القيم قد إيه، القيم والسلوك يعني، ونسبة المهارات قد إيه. هتلاقي بيتعلم معلومات كتير أوي، كأن إحنا مفترضين فيه إن هو جوجل صغير، يعني هو كمبيوتر بندخل فيه المعلومات ويفضل إيه يعني موجودة في دماغه. المسافة بين الأرض والقمر قد إيه اللي المفروض إن هو يحفظها، يعني تلاقي في الامتحان مكتوب كده المسافة بين القمر والأرض ويديله اختيارات ولازم يختار، فلأنه المدرسين اللي بيراقبوا عارفين إن الطالب بتاعنا عمره ما هيحفظ، لأن هو المدرس نفسه غالبا عمره ما هيعرف يحفظ المعلومات دي، فبيقول لهم غشوا من بعض. تمثيلية، إحنا بنمثل إن إحنا بنعلمه، هما بيمثلوا إن هما بيتعلموا، لكن فعليا الموضوع كله للأسف تمثيلية سخيفة، لأنه مش منطقي إن أنا أتوقع من الطالب إنه يحفظ هذا الكم من المعلومات. شوفوا بقى تاريخ على جغرافيا على لغة عربية على كيمياء على فيزياء على الرياضيات، لا، المنطقي إنك أنت بتركز على الجزئين اللي الكمبيوتر ما بيعرفش يعملهم، الجزء الخاص بالقيم والسلوك والجزء الخاص بالمهارات. الدول المتقدمة علينا هي متقدمة علينا لأنها بتعمل الخلطة صح، احنا ما بنعملش الخلطه صح. احنا بندي معلومات كتيره قوي ما لناش دعوه بالقيم والسلوك، وحتى لما بنيجي نعمل قيم وسلوك احنا الحقيقه بنحفظها لهم اكتر ما احنا بنحاول ناكد ان هم يهضموها ويتصرفوا على اساسها. نفس الكلام فيما يتعلق بالمهارات، بتكتشف ان احنا المهارات بتاعتنا بنديها لهم كما لو انه المطلوب مننا ان احنا نحفظ المهارات مش ان احنا نكتسبها ونعيش بيها. المعضلة انه ده كان النمط لفترة طويلة. حضراتكم في البرنامج ده وفي برامج اخرى وفي مقالات العبد الفقير وناس تانية كتير كانت بتنتقد سياسة وزارة التربية والتعليم في هذه المسألة، سواء مع الوزير اللي فات او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله. هم كلهم بيقولوا نفس الكلام اللي احنا نحب نسمعه، بس هل بينفذوا؟ هنا بتكون المشكلة. معانا النهاردة فرصة جديدة، فرصة كبيرة، مع الدكتور طارق شوقي، أستاذ كبير، راجل عاش بره مصر فترة طويلة، بيشتغل في اليونيسيف. اليونيسيف دي منظمة الأمم المتحدة المهتمية بعشرات المجالات بما فيه، أسف، في اليونسكو، وعشرات المجالات اللي مهتمية بالتعليم والتربية والثقافة. يعني أعتقد إن إحنا أمام فرصة كبيرة، إن واحدة من مشاكلنا كانت إنه الوزير، يعني عمر ما الوزارة هتبقى أفضل من وزيرها، يعني الوزير مستواه كده، طب الوزارة تعلى إزاي؟ ما هي آخرها ده. طب لو الوزير اصلا ما شافش تعليم كويس، ما عاش في بيئه تربويه كويس، ما اكتسبش القيم والمهارات والسلوكيات اللي احنا متوقعين ان اولادنا يكتسبوها، طب هيعلمهم ايه؟ ما هو اصلا القضيه بالنسبه له يعني عدي وخلاص. فاحنا النهارده امام فرصه كبيره. الدكتور طارق شوقي من الناس الافاضل، كان حضراتكم عارفين ان هو كان مستشار او يعني امين عام اللجان الاستشاريه المتخصصه تبع الرئاسه، و بالنسبة لي خبر سعيد ان هو يكون في منصب وزير التربية والتعليم. كلامه سواء قبل الوزارة او بعد الوزارة بيقول ان هو مدرك تماما حجم المشكلة، وان شاء الله ان شاء الله يوفق في انه يعالجها. احنا بنحاول في برنامجنا النهاردة في حلقتنا دي تحديدا ان احنا نساعده في هذه المسألة. عايز اول نقطة اقول لحضراتكم انه جزء من القضية هو الانفاق على التعليم، عشان ما نطلبش من الراجل اكتر من المتوقع، اكتر من المنطقي. بتلاقي حضراتكم دول بتصرف مبالغ كبيرة، 15 مليار دولار، 20 مليار دولار، 30 40 مليار دولار، كل الكلام ده معناه ضمنا انه الانفاق على التعليم جزء لا يتجزأ من رؤية هذه الدول للمستقبل. عايزكم يا شباب تعرضوا لي اهم حاجة القيم والمهارات اللي بالمفروض ان هم بيعلموها للطالب في مدارسهم. انواع بقى مختلفة من القيم. بصوا حضراتكم انا هتعرض لكم 9 مهارات كلها جاية من موقع اليونيسيف. اليونيسيف اللي مهتمية بالطفولة، الطفل اللي المفروض يبقى بني آدم ناضج في المستقبل، ده نعلمه ايه؟ ايه المهارات اللي لازم يكتسبها؟ يكتسبها من اول ابتدائي وانت طالع، يعني ده مش حاجات بيكتسبها في الجامعة. احنا بالنسبة لنا اولادنا حتى ما بيكتسبوهاش في الجامعة، عشان بس حضراتكم تكونوا متخيلين احنا بنتكلم عليه. لازم يعرف ازاي يتواصل مع الاخرين، لازم من دي حاجات بقى بتبدو كده كلام مجعرس، لا، هو دي تمرينات ومهارات بيكتسبها. يعني اقول لحضراتكم لو احنا يعني عجزنا قوي، ترجم المقرر الكندي، الفنلندي، السنغافوري، يعني الموضوع مش معقد قوي كده، الامور دي حسمت في مجتمعات تانية.
كتاب أبلة نظيرة في فن صناعة المهارات واكتساب القيم، ده اتكتب من زمان بس واضح ان هو لسه ما وصلناش، او ربما وصل لنا واحنا مش عايزين نقراه. التواصل اللفظي وغير اللفظي، ازاي تعبر عن وجهة نظرك، ازاي تحكي للآخرين حكاية مقنعة منطقية، ازاي تعبر عن مشاعرك وتبدي الملاحظات والتعليقات من دون تجويج اللوم والترجيح والتوبيخ والتجريح والكلام ده. عبارة لطيفة قوي، يقول لك how to win an argument without losing people، ازاي تكسب النقاش من غير ما تخسر اللي قدامك. دي مهمة، مش معنى انا اختلفت معاك ان احنا هنذبح بعض بالسكاكين، ده كلام مش منطقي، ودي مهارة من المهارات. قيم كانت موجودة في تاريخنا والحضارة الإسلامية والكلام ده كله، ايوه بس احنا يعني عاملين زي الايه، واقف عريان ويقول لك انا اجدادي كانوا اول من اخترع الملابس. لا، ما لازم الملابس دي انت رائد فيها. مهارات قبول الاخرين رغم الاختلاف معهم، هو واحد لو جلده غير جلدي، اسمر شويه ولا ابيض شويه ولا عينه مش عارف ايه، ولا مختلف، ولا ست في مواجهه راجل او راجل في مواجهه ست، ولا واحد ديانته مختلفه، هل لمجرد ان هو ديانته مختلفه يبقى انا بالضروره اعامله بتعالي؟ لا، مش منطقي. ده كلام يعني قديم قوي قوي قوي. احنا النهارده بنتكلم عن عصر مختلف، الناس فيه بعطائه، قيمه الانسان فيما يتقن فيما يعطي، مش قيمته في دينه ولا اخره. ما مش معناه بقول لك دي مش مهم، لا مهم، بس اوعى تحاسب الناس بس بمنطق الدين، لا حاسبهم بمنطق انه انسان وكرمنا بني ادم. مهارات التفاوض والرفض، ازاي تدخل بره تانية، مهارات ازاي اتفاوض معاك وادير النزاع معاك. هو احنا ما دام اختلفنا في وجهات النظر لازم واحد فينا يضرب التاني؟ انا وصلت لمرحله انه في ناس في رمضان، مش اللي فات ده اللي قبله، واحد بيكلمني بيقول لي يا معتز تعالى نقعد مع بعض، انا بقت عندي مشكله، انا مش عارف اجمع اسرتي على الفطار في رمضان، الناس بقت مش عارفه تكلم بعضها. الحمد لله الامور قلت دلوقتي، واتمنى انها تقل خالص. مش منطقي ان احنا لما ندخل في تفاوض ولا خلافات. قاعد مع الشيخ علي جمعه مره بيقول لي اغلبيه الكاسحه من المكالمات اللي بتجيله نوعين، حاجات ليها علاقه بالطلاق وحاجات ليها علاقه بالميراث، وخناقات، خناقات في الطلاق وخناقات لان الناس ما بتعرفش ازاي تتفاوض مع بعض، ازاي ييلد اند شيلد، انا ايه اللي مش هتنازل عنه وايه اللي ممكن اتنازل عنه. دي مهارات لو مش عندك هنفضل كده عاملين زي ايه، الطورين اللي عاملين يخبطوا في بعض طول الوقت. توكيد يعني قصص بقى، مش هدخل في كلام مهارات الرفض، ازاي مره تانية ابين لك اعتذاري من غير ما اني ادخل معاك في خناقه. ثلاثه يا شباب، المقدره على الاستماع، بص جهزوا ثلاثه واربعه وخمسه، يعني ما تخلونيش افضل كده زي ما اكون بستعطفكم ان انتوا بتتغيروا. مهارات تفهم الغير والتعاطف معه، استماع لاحتياجات الناس وظروفهم وتفهمها، والتعبير، التعبير عن الاحترام لاسهامات الاخرين واسباب المختلفه. مش لازم كل علاقتنا ببعض انك انت بتسفه الاخرين. غريب قوي انك انت في مصر، او على الاقل الناس اللي بتعيش بره مصر فتره وترجع، صعب قوي ان تلاقي انسان مصري بيمدح حاجه هو مش طرف فيها. يعني مثلا حد يدي لي مثلا كتاب ولا شغل، ده شيء عظيم، وتقعد تقرا فعلا حاجه محترمه. انا مش طرف في الموضوع، يعني انا مش كسبان حاجه ولا، بس الحكم الموضوعي يقتضي ان احنا اخواننا تقول الكلام ده. وصعب انك انت تقول لواحد صاحبك انه يا فلان انت عملت حاجه غلط. عارفين حضراتكم احنا ماشيين وفقا للاستراتيجيه الشهيره انه عدوك يتمنى لك الغلط. مهارات الدعوه لكسب التأييد، دي بقى ازاي تقصع الاخرين وازاي تقنعهم، ازاي تدخل يعني ناس علاقتها ببعض ما هياش قويه، ازاي تفهمهم ازاي يشتغلوا مع بعض. اللي ورايا يا شباب، مهارات صنع القرار، ازاي تجمع معلومات، ازاي تقيم النتائج المستقبليه، ازاي تحدد الحلول، تقول ايه هي الحلول البديله، ايه القيم والتوجهات. يعني كلام كتير بقى، كل الكلام ده مره تانيه علم يعني، بس انا بقول لحضراتكم بقصر لحضراتكم الحاجات اللي بتخليهم فعلا متفوقين علينا. خش في الوراء، مهارات التفكير الناقد، ايه القيم وايه الفرق بين المعلومه والراي، ايه الفرق ما بين المعلومات اللي ليها علاقه بالموضوع والمعلومات الريليفنت اللي مالهاش علاقه بالموضوع، ومصادر المعلومات دي جبتها منين، واي حد قال حاجه على الفيسبوك اصلا بيقولوا، احنا ثقافه بيقولوا، مين اللي بيقولوا؟ هو في حد بيقول حاجه، واي حد يقول حاجه صدقها؟ طب ايه مصدره؟ ايه مصداقيته؟ ايه مدى خبرته في الموضوع؟ يعني لو انا دلوقتي افتيت في حاجه ليها علاقه بالفيزياء النوويه، لك مال ايه ده راجل بتاع سياسه واقتصاد ماله هو بالفيزياء النوويه؟ لا، تقول لك انت ممكن تفتي في حاجه ليها علاقه بتخصصك بمجال. الفصل بين الموضوعي والذاتي، حاجه تجنب الاخطاء في الاستدلال الى اخره، تجنب المغالطات المنطقيه، دي بقى قصه طويله. يعني زي مثلا ما تقعدش تهاجم الشخص وتنسى الكلام اللي بيقوله، ازاي مثلا تعتمد على التقاليد، ما ممكن التقاليد نفسها تكون غلط. يعني تحليل بقى الناس المقربه منك، وسائل الاعلام والكلام ده.
مهارات اداره الذات دي مهمه جدا. احنا في ناس تقول لك بتحبط، وبالذات الاطفال الصغيرين، تبص تلاقي الولد يئس، البنت كرهت نفسها من المقررات المعقده اللي احنا بنديها له. ايوه ده جزء من المساله. هتحطه تحت ضغط، يبقى فاهمه ازاي يتعامل مع الضغط النفسي اللي هيكون عليه عشان مطلوب منه يحفظ كتاب 200 صفحه عشان الامتحان بعد اسبوعين، ووزاره التعليم عماله تتخذ قرارات وترجع فيها، فالولد مخه ما بقاش عارف بالظبط ادخل يمين ولا ادخل شمال ولا اعمل ايه. طب لا، ده انت محتاج بقى تبني ثقه في نفسك، تعلمه ازاي يكون واثق من نفسه، ازاي ايه المعارف اللي عنده وازاي يتعامل معاها، ازاي يحدد اهدافه ويقيم اذا كان خطواته في الاتجاه الصحيح ولا لا، اداره المشاعر، ازاي الغضب، مش معنى انك انت زعلان من حد تقوم تضربه بالشلوت ولا تديله بالبوريه في وشه، لا، ازاي تدير الغضب، ازاي تتعامل مع الحزن والقلق انك انت تجيب درجات وحشه في الامتحانات ولا اخره، الخساره والاساءه والصدمات المؤلمه، كل ده الناس بتتعلمه. اخر حاجه التعامل مع الضغوط، اداره الوقت، التفكير الايجابي. طب مش كل حاجه سلبيه والدنيا ما دام جبت درجه وحشه في امتحان يبقى كانك فشلت في التعليم، لا، تعرف عشرات النماذج لعشرات البشر اللي ما كانش نجاحه الا بسبب ان هو اتعلم من اخطاء. هذا حضراتكم معلومه صغيره عن شخص متواضع. لما كنت في الجامعه بتاعتي في امريكا كانوا بيدرسوا ماده اسمها سكسس، النجاح. الماده دي كان بيدرسها 4 اشخاص، واحد من مصر اللي هو عبد الفقير، ومدرسه كانت من الصين، وواحده كانت من السنغال، وواحد افتكر انه كان من المانيا. كنا 4 اساتذه بنعلم الطلبه ازاي يكتسبوا المهارات دي، ازاي يتعاملوا مع الواقع العملي، ازاي يتعلموا ويعلموا. يقول لك teaching is how to teach people how to teach themselves. التدريس هو انك تدرس للناس ازاي يدرسوا لنفسهم، يعني بعباره اخرى ما تعتمدش عليه. بعد الفاصل هيكون معنا لقاء مهم مع مريم المصري، شخصية مهمة جدا، عملت تدريبات مهمة جدا في برنامج التعليم أولا اللي حضراتكم شفتوا لقائي مع دكتور سلمى البكري بشأنه الأسبوع اللي فات. هتقول لنا إزاي نكتسب هذه المهارات اللي احنا بنتكلم عنها والسلوكيات، وهتشوفوا حضراتكم حاجة كده نادرا ما بتحصل في مصر بس مهمة جدا جدا جدا، ورسالة مننا لوزارة التربية والتعليم إنه لو مش هنعرف نعمل ده في كل مدارسنا هتشوفوه مع مريم المصري، على الأقل نعمله مدارس المتفوقين، فصول المتفوقين، ناخد المتفوقين في كل محافظة ونشتغل عليهم. عايزين يكون عندنا منتج مختلف، مش هنعرف يكون عندنا منتج مختلف تعليميا إذا كنا احنا أصلا عملنا الديزاين مختلف، التصميم بتاع برامج التربية مختلف. بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع الخبيرة في هذه الأمور الأستاذة مريم المصري.